خلينا نقول ان في هاشتاج طالع من امبارح لسه جمهوركم معاكم، جمهوركم معاكم بندعم بيه فريق كره القدم ان شاء الله باذن الله في المباراه المهمه والقادمه، مباراه الاهلي وسان داونز يوم السبت. كل الاهلاويه، كل الجمهور ورا فريق الكوره، كلنا، كل الناس، كل مجلس الاداره، كل الجماهير، كل اعضاء النادي الاهلي بيدعموا فريق الكوره. ليه؟ لان في مقابله مهمه ومقابله صعبه جدا يوم السبت، لكن مفيش حاجه اسمها مستحيل. الجمهور اللي قال كده، مفيش حاجه اسمها مستحيل في خالص في اي ماتشات، لكن الجمهور قال بدون مع هي لسه بتتعرض، قال ان هو 6-0 سهل عليكم. كويس، دي حاجة مهمة جدا. الجمهور بتاعنا اللي قال كده هي جمهور الأهلي واثق فيكم، 6-0 سهل عليكم، كلنا عارفين ده. جمهور الأهلي إن شاء الله هيكون متواجد 30,000 غير ال 60-70 مليون اللي بره بيدعوا مع النادي الأهلي وبيسبورتوا الفريق، كلنا وراكم عشان إن شاء الله نعدي المهمة الصعبة. لكن مفيش حاجة اسمها مستحيل على النادي الأهلي، النادي الأهلي هو اللي عرف الدنيا كلها إن مفيش حاجة اسمها مستحيل من أبطاله وإنجازاته وبطولاته وجمهوره كمان. هو اللي دايما بيكون سبورت جدا لكل الفرق عندنا في النادي الاهلي في كل البطولات. اهي جمهور الاهلي واثق فيكم، 6-0 سهل عليكم، بكررها تاني، كل الدعم لفريق كره القدم ان شاء الله يعدي المرحله دي لانها مرحله مهمه جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي. وباذن الله كلنا تاني واثقين فيكم ان تقدروا تعدوا باذن الله المباراه دي 90 دقيقه. روح النادي الاهلي، حماس النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعني هيقوم الصخر ان شاء الله باذن الله في المباراه، وباذن الله تعدي باذن الله بفوز للنادي الاهلي باذن الله والوصول لدور الاربعه.